مرحبا بحضراتكم مره اخرى وبجدد الترحاب بالدكتور اسماعيل ابراهيم عضو لجنه مبيدات الافات الزراعيه بوزاره الزراعه. بصراحه لجنه مبيدات الافات الزراعيه عليها دور كبير جدا في تنظيم اهم سوق مرتبط بالقطاع الزراعي، يعني انت بتتكلم على مدخل مهم جدا عشان تحافظ على المحصول، تقلل الفاقد، وفي نفس الوقت ليه ضوابط صارمه ما هياش ضوابط قابله، يعني ما اقدرش اتهاون فيها. في نفس الوقت انا بطالب الدوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ملف بيتم التعامل معاه ومتابعته بيتحدث فيه بعين المتخصص والعالم في هذا المجال. فمبيدات الافات الزراعيه احنا بنطالب الدوله ان يكون في ترخيص لمن يسمح له بشراء المبيد. ما ينفعش اي واحد يروح يشتري عبوه مبيد ويروح يستخدمها في ارضه. ليها تركيز مختلف، ليها طريقة رش معينة، ليها مواعيد معينة، ليها فترة أمان حيوي، لازم يكون في ضمانة إن ده كله هيتم تنفيذه. إذا كانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية النهاردة بتقوم بتدريب مطبق المبيدات وعندنا 15,000 مطبق مبيد، فدول المفروض يكون ليهم دور، هم دول المسموح ليهم بالشهادة دي إنه يروح يشتري المبيد ويستخدمه. ولسه في هدف إن هم يبقوا 50,000 مطبق مبيد، ده دعم كبير جدا للقطاع الزراعي. انت بتضخ 50,000 متخصص وبتخلق 50,000 فرصة عمل وبتساعد بالدرجة الاولى في الحفاظ على سلامة المنتج نفسه وسلامة المواطن المصري. كمان من ضمن الممارسات الخاطئة يا دكتور اللي انا بشوفها ان ممكن المزارع يشتري اكتر من نوع من المبيد يبتدي يعمل تركيبة خاصة. هو الكلام ده صح؟ لا طبعا الكلام ده غلط جدا. لازم هو الاول، ما احنا قلنا انت حضرتك قلت في البداية ان احنا لازم يكون اللي يرش المبيد ده لازم يكون متخصص، لازم يكون فاهم. ما ينفعش اجيب مبيد جهازي وارشه مع مبيد يعني غير جهازي، يعني زي ما حصل في موضوع البطيخ. يعني ايه جهازي الاول؟ انا ما اعرفش جهازي. يعني ايه جهازي؟ جهازي ده معناه ان انا ارش مبيد، المبيد ده يمتص عن طريق الاوراق بتاع النبات والساق بتاع النبات والثمره بتاع النبات ويخش في العصاره بتاع النبات، اصبح جزء من كيان المركب. المبيدات الجهازيه دي بتترش في الاول عشان تقاوم افه معينه، بتتحط بتقاوم مثلا زي النماتوده، برشها في الاول عشان بتاخد فتره طويله جدا على ما تتكسر. مبيد جهازي، ما ينفعش اجيب مبيد يعني اروح ارش مبيد زي النماتودي على البطيخ زي ما حصل في التمك كده اللي كان اللي احنا لغيناه ده، ابص الاقي المركب جهازي ما اتكسرش موجود في تم الغائه، يعني ممنوع تداوله. لا ممنوع تداوله. ابص الاقي مبيد شديد السميه، مبيد جهازي، يجي المواطن ياكل يتأثر طبعا، سميته عالية جدا، ممكن يموت، ممكن يخش عناية مركزة بسبب القصة دي. فممنوع منعا باتا خلط المبيدات. الخلط ده بيبقى بمعايير وبأسلوب، يعني في مبيدات حشايش ما ينفعش اخلطها مع مبيدات فسفورية، في مبيد جهازي ما ينفعش اخلطه مع مبيد غير جهازي، كل حاجة وليها. عشان كده احنا بالنادي موضوع يا جماعة اللي يرش المبيد ده لازم يكون متخصص ويكون فاهم الموضوع، مش عشوائي، عشان تحافظ على صحتك وصحة النبات اللي انت بترشه وصحة الناس اللي هي هتاكل. يعني خلط مبيد مش معناه بس ان انا هجيب عبوتين مختلفتين واخلطهم ببعض، ده خلط مبيد ان انا رشيت مبيد وقبل ما انتظر ان هو فترة الامان الحيوي بتاعته البي اتش تختفي ابتدي ارش مبيد تاني، فانا كده هم تفاعلوا مع بعض، وتفاعلوا فين؟ داخل الارض الزراعية مع المحصول. واحد البي اتش اي واحدة بتاعته يوم ممكن يتكسر، واحد 30 يوم وحاكوا لنا الخيار او الفلفل او البتاع ده بعد 3-4 ايام، انا عندي فيه مبيد لسه موجود في الثمره هاخده هيجي لي تسمم على طول. لكن المبيدات السبب هي فتره الامان الحيوي مرتبطه بسعر المبيد؟ هو حاليا فتره مش يعني هي بعض الناس، يعني في مبيدات دلوقتي سعرها مرتفع عشان خاطر فتره البي اتش اي بتاعته بتبقى قليله. في بعض المبيدات اللي هي اللي هو المبيدات الجديده اللي لسه احنا دلوقتي اللجنه خدت قرار ان احنا نستخدم المبيدات اللي هي البي اتش اي بتاعتها قليله، لان كل ما البي اتش اي بتاعتها قليله يوم او اتنين بالكتير وبخصوص بتفرق جدا. زي مثلا موضوع ذبابه الفاكهه دلوقتي في الموالح عملنا له توصيه مؤقته دلوقتي، المبيد اللي يستخدم عليه يكون البي اتش اي بتاعته يوم او اتنين بالكتير. فده برضو ده ميزه، يعني خدنا مجموعه من المبيدات بحيث ان يبقى ليها بي اتش اي، لان ده
بيبقى ملائم جدا للصحه، لصحه الانسان، وما بيعملش فايتو توكسيس على النبات، ما بيأثرش على البيئه المحيطه، فبتبقى حاجه كويسه، فبسعره بيزيد. صح. يعني انا النهارده في مركبات بتبقى سعرها مرتفع لشركات عالميه طبعا موجوده في مصر على فكره، فده من ضمن اسبابها ان المبيد ده فتره البي اتش بتاعته بتبقى يوم، بيترش بعد يوم هو اختفى خلاص، اي اثر ليه عندي في المحصول ما بقاش موجود، فده بيبقى اكثر امانا طبعًا لصحه الانسان طبعا. طيب لو انا جيت اتكلم على جزئيه مهمه قوي اللي هي فتره التسجيل والتجريب، حضرتك قلت لي بجرب تمام، بيبقى اخذين في الاعتبار البيئه، يعني وانا بجرب انا الارض الزراعيه اللي برش فيها دي جنب منها صرف زراعي والميه دي هستخدمها تاني، ملوثات او الاثار السلبيه للمبيدات على البيئه ومنها المياه. بص، احنا في بعض المبيدات بنكتب عليها مقيد الاستخدام، بتبقى مقيدة الاستخدام بجوار المجاري المائية زي الجليفوسات. الجليفوسات احنا عاملينه مقيد الاستخدام، وفي نفس الوقت مقيدين استخدامه، وقلنا يا جماعة خلي بالكم انتوا بترشوه بجوار الترع والمصارف عشان المبيد ده بيأثر على الأحياء المائية، وفي نفس الوقت عاملين له فترة لحد 15-12-22 على ما نشوف الاتحاد الأوروبي مثلا بيقول إيه حيلغيه أو حيتنه. ده مثال وفي نفس الوقت إحنا عندنا المبيدات لما بتترش بتتجرب موسمين زراعيين متتاليين بيترش في أكتر من مكان، يعني ممكن كل مبيد يترش في 5 محطات بحثية متفرقين في على مستوى الجمهورية، 5 محطات معتمدين لدى اللجنة، مشاريع بحثية بتبقى فيه مشاريع بحثية عند الجامعات، محطات بحثية معتمدة لدى اللجنة، ويبتدي يرش في أكتر من مكان عشان أشوف المناخ بتاعي. ما ينفعش أن أنا أرش مبيد وما يجيبش نتيجة في المناخ المصري، ممكن أجيب مبيد هو أصلا بيستخدم بره في درجة حرارة أقل من 8 درجة مئوية 10 درجة مئوية، أنا أجيبه بيكسر ما بيجيبش نتيجة فبينجحش، فخلاص ده ما ينفعش، ظروف البيئة المصرية لا يجوز. فعشان كده كانت مهمة جدا موضوع التجريب موسمين زراعيين متتاليين، ده حاجة من الحاجات المهمة. أستاذ محمد من بني سويف اتفضل. يا أستاذ محمد. أيوة أستاذ محمد اتفضل يا فندم، سامعك، أهلا وسهلا. بالنسبة لحاجات المبيدات دي يعني احنا نروح عند واحد واثنين تبص تلاقي عنده مثلا تسال على العطلوف تروح عند علي صوتك شويه يا حاج محمد عشان مش واضح. بالنسبه للمبيدات أيوة. يعني انت ممكن نروح نشتري مبيد، يعني احنا راح نشتري مثلا حاجه مثلا للذباب، حاجه مثلا للدوده، حاجه زي كده، تلاقي دي بيبيعها بسعر، دي بيبيعها بسعر، دي بيبيعها بسعر، يعني من العمليه وهو يعني نفس المنتج ولا كل واحد عنده منتج؟ هو نفس المنتج وفي الاول والاخر يعني دور برضه في حكايه البوتاسيوم دي والحاجات دي، في تروح تجيب شطاره البوتاسيوم تحطها يقول لك على مسؤوليته مش على مسؤوليته، وبعد ما تشتغل بيها مفيش نتيجه برضه. لا، على مسؤوليته دي انا ما بعترفش بيها، على مسؤوليه المتخصص، على مسؤوليه مطبق المبيدات، على مسؤوليه لجنه تيجي تفحص الارض عندك، انما على مسؤوليه اللي بيبيع ده ما انا ما بعترفش بيها. المفروض ان هو راجل بيبيع سلعه، هو بيبيع وبس، هو ملوش دعوه بقى. يعني انا ضد ان هو يتدخل في طريقه الاستخدام حتى او التشخيص. المفروض انت بتبقى رايح عارف ايه الاصابه اللي عندك، ورايح علشان تشتري اسم مركب معين مش راح تساله عليه. لكن النقطه اللي انت قلتها انا بضم صوت لصوتك دايما وبتكلم فيها، بشكرك الاول. النقطه المهمه يا جماعه، هو شيء بسيط جدا وحق مشروع ونوع من النزاهه والعداله ويدي طمانينه للمزارع. انا لو رحت اشتري اي سلعه بيبقى معروف ليها سعر، عليها تسعيره مكتوب. لو رحت اشتري اي دواء بشري بيبقى عليه سعر. ليه الادويه البيطريه والمبيدات ما عليهاش سعر؟ هتغلى، ولو غليت المفروض ان هي دخلت البلد عندي بسعر قديم، فانا مش هكسب من الفلاح مرتين. طب ما بيتكتبش عليها سعر ليه؟ عشان الراجل ده يبقى مطمن، حتى لو المحل اللي هو بيشتري منه يتمتع بكامل الثقه، لكن الفلاح مش هيطمن، قلبه برضه ما هيبقى حاسس بالشك. وفي حاجه تانية، ما هو لما بيروح لاكتر من واحد ويلاقي اكتر من سعر، يا اما الراجل اللي بيبيع له سعر قليل ده المبيد بتاعه منتهي الصلاحيه ولا مخشوش ولا في مشكله. فالنهارده لما يكون في سعر موجود وقانون ملزم ان يبقى في سعر على المبيد، ده شيء مهم واساسي لضبط هذه المنظومه. استاذ مين؟ علي. استاذ علي من بني سويف اتفضل. حاج علي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك عن الصفر عن ينفع اخلط مبيد فطري مع مبيد حشري؟ دي مش عارف الدكتور هيجاوبك عليها ولا لا، ولا نسال فيها احد المتخصصين. عايز تستخدم مبيد فطري مع مبيد حشري لزراعه البصل؟ البصل ماله بقى قول لي علشان نتابع مع معهد امراض النبات. زراعه البصل. البصل عندك ماله يا حاج؟ هو لسه انا بقول لك ينفع اخلط مبيد فطري مع مبيد حشري؟ هجاوبك من خلال المتخصصين. حاضر، من خلال المتخصصين هجاوبك. استاذ مجدي من بني سويف اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله. الدكتور بيسلم عليك. أهلا، ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. يا فندم أنا حضرتك المفروض الفرد اللي يبقى واقف في محل مبيدات ده على الأقل يبقى معاه بكالوريوس زراعة، حتى عشان أنا صراحة وصف له المرض يبقى عنده خلفية عن الأمراض اللي بتصيب النبات. لكن هو بيديني اي مبيدات عنده، ما عندوش اي درايه، بيديني مثلا بيديني تركيبه، ممكن التركيبه دي تيجي بعواقب على النبات، تسبب لي اضرار على النبات، اضرار جسيمه طبعا ما اعرفهاش اللي بعد كده دي. المفروض الانسان اللي بيبقى واقف في محل المبيدات الحشريه ده راجل على الاقل يبقى معاه بكالوريوس زراعه، دبلوم زراعه. مش اجيب اي حد ابص لقاه واقف في محل المبيدات ما عندوش اي خلفيه، حتى ممكن يكون معاه دبلوم صناعه، مع احترامي لكل الناس اللي معاه دبلومات صناعه، اي دبلوم تجاره. لازم يبقى واحد متخصص في الزراعه، وفي نفس الوقت بطالب شرطه المستصلحات اللي هي تنزل على محل المبيدات اللي هي ما معهاش رخصه نظافه نشاط، كل ما هاب وداب بيشتغل يجيب له محل مبيدات ويحط فيه شهاده اسمده ويقول له انا راجل فاهم. فحضرتك احنا عايزين شرطه البيئه والمستصلحات المائيه، بصراحة أنا بحييهم على الجهود اللي بيقوموا بيها، وأنا ببقى موجود يعني أنا تقريبا شبه يومي قبل البرنامج ببقى من الصبح بصور في أحد المحافظات. بس أنا بشوف مشهد غريب قوي، يعني لما بكون شرطة البيئة والمستصلحات المائية جاية بنلاقي المزارعين بينبهوا الراجل، يعني بيقول له إيه الحقيقة اللي أحسن دول جايين. طب ما أنت اللي هتستفيد كمزارع، يعني ده شيء غريب قوي. النقطة المهمة، أنت لما كراجل فلاح ما تشتريش من مكان إلا لما يكون مرخص وأنت شايف الترخيص بتاعه محطوط. غير مرخص انت لو قطعته من نفسك هو مش هيفتح تاني. يعني انا لو واحد سلعته انا ما بثقش فيه والمزارعين بطلوا يشتروا منه، هيشتغل؟ هيفتح؟ لا طبعا. طيب انت في مركز ايه الاول في بني سويف؟ انا مركز ناصر. ناصر، الجمعيه بتاعتك قريبه منك؟ ايوه قريبه مني. روح بكره ان شاء الله لمدير الجمعيه. تمام؟ تمام. قول انا عايزك تعلق هنا تكتب لي اسماء مطبقي المبيدات اللي خدوا رخصه وانت عارفهم، لان هم راحوا له وجم قالوا له الفلاح اللي عايز خدمه احنا موجودين، اطلبوا من مدير الجمعيه يحط ارقام تليفوناتهم بس. تمام. وهرجع اكلمك، ممكن تروح تلاقيه كاتب الارقام فتيجي تقول لي تفرحني او هو يستجيب، او نكلم وكيل وزاره الزراعه وهبتدي اتابع في كل محافظه. الساده مدير الجمعيات، يعني الجمعيات التعاونيه هي بيت الفلاح، فنقدم للناس دي خدمه بسيطه، انت مش هتتعب في حاجه. انت هتشوف الترخيص او هتشوف الشهاده اللي حصل عليها المتدرب كمدير جمعيه، صورها برقم تليفونك كده وحطها على باب الجمعيه، الفلاح هيجي يتصل بالراجل ده. ما تشتريش غله من مكان موثوق فيه. بشكرك. هو طبعا في سؤال متخصص عاوز تخصص اللي هو يرش على البصل. عايز يفضل يبقى حد متخصص. لازم حد متخصص. انا قلت له كده بس لازم ارجع لحضرتك برضو. في اللي هو الجزئيه بتاعت اللي مفيش محل بياخد ترخيص مبيدات الا لما الراجل اللي هو المدير المسؤول عن المحل ده لازم يكون بيجي لجنه المبيدات الافات الزراعيه وياخد دوره بالاتجار بالمبيدات عشان يعرف المبيد ايه هو، يعني دوره ده من شروط الترخيص. ده من شروط إيه الترخيص. الترخيص انا دلوقتي ده في ناس بتسالني يعني في الفاصل بيقول لي على صفحه البرنامج انا عايز اروح اقدم على رخصه محل مبيدات. هي اول حاجه في الترخيص لازم يبقى في واحد خريج زراعه يروح ياخد دورة تدريبية في لجنة مبيدات الآفات الزراعية ويحصل بعد ما يحصل على الشهادة يبتدي يمشي في إجراءات عمل ترخيص محل مبيدات. بس يعني إجراءات يشوف الجهات اللي هي بيطلع منها سواء كانت أقسام الرقابة ومكافحة الآفات في مديريات الزراعة وكده. أستاذ عامر من الفيوم اتفضل. باشمهندس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله. حضرتك فين دور المرشد الزراعي اللي كان بيجي الاول في الادويه؟ احنا السنه اللي فاتت انا كان عندي السنه دي في الثانيه الذره شامي وباظوا بسبب الادويه، فاروح لده بيديني دواء واروح لده بيغير الدواء،
والدنيا بتموت وبعد كده بتطلع تاني، الدنيا بتموت فدانين راحوا مني وتعملوا سلاك للبهايم. فليه ما يبقاش في دواء مضمون في الجمعيات الزراعيه؟ تمام. انا بسمعك اهو وما بقطعكش خالص، لان انا انت مش اول مره تتصل بالبرنامج. تمام. انا لسه مكلم حضرتك امبارح وانت على الكماوي وانت شاطر. انا ما بنساش، انا ما بنساش، انت شاطر. تمام. فبزعل لما تقول لي اروح للراجل ويديني مبيد واجرب وارجع تاني ويديني مبيد واجرب. انت لما بتتابع البرنامج وبتتابع قناه مصر الزراعيه عموما، عارف ان في حمله قوميه للذره، وعارف ان في قطاع الارشاد لو رحت قلت لهم انا عايز حد اساله عن المشكله دي هيجاوبك. لو اتصلت بالبرنامج وقلت لي عن المشكله دي بنتواصل مع المتخصصين وبيتصلوا بيكم وانتم عارفين كده كويس. ليه احنا بناخد الطريق السهل؟ صحيت الصبح فبتاع المبيدات ده قريب مني، اما اروح اقعد معاه شويه وهيديني الدواء هحاسبه عليه اخر الموسم. مش عايزين نستسهل احنا. الحمد لله. وانت لاحظت كده الدوله النهارده يعني الاوامر والتوجيهات ان انت تدعم المنتج اللي هو منه الفلاح، والدعم هنا مش مادي، ده المعلومه لا تقدر بثمن، والا لو كانت بقى في ميعادها. الارشاد مهم جدا. وبعدين بتقول لي دور المرشد، قناه مصر الزراعيه انت عندك برامج ارشاديه على مدار اليوم لكل المحاصيل، بنستضيف كبار العلماء بيجاوبوا عليكم وبيردوا على الهوا، بنعمل حلقات في لكل محصول. فما نقولش اصل انا رحت وما جابش نتيجه، انا بستسهل، حضرتك بتستسهل، صح ولا انا بتكلم أنا غلط؟ انا الفدانين الدور دول مش اقل من 500 جنيه دواء. ما انت السبب. يعني انا مش اقل من 500 جنيه دواء. الراجل ده باع لك بال 500 جنيه دول بمزاجك ولا غصب عنك؟ بمزاجك. تاني حاجه بقى، انا ما بفكرش في ال 500 جنيه، انا بفكر في حاجه اكبر من ال 500 جنيه. التأثير السلبي على البيئة وعلى صحتك وانت بترش المبيد، وخسرت، بص، وخسرت فدانين ذرة كنت هتأكل بيهم المواشي فتعمل تنمية في الثروة الحيوانية. الخسارة مش في 500 جنيه بس. بشكر حضرتك. أستاذ جمال من البحيرة، اتفضل. أستاذ جمال. يا أستاذ سامح. الحمد لله يا فندم. بالنسبة لل عندي الدودة النفاقة اللي هي بتمشي في الورق، انفاق الدودة الانفاق في محصول ايه؟ نعم. محصول ايه؟ ذره؟ لا ده لوف يا فندم، لوف يا استاذ سامح. ايه؟ لوف. لوف. الورق بتاعه زي الايه؟ يعني زي ورق الكرنب كده. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على المبيدات وتداولها، انما الحاجات اللي فيها امراض دي سيب رقمك مع الزملاء في الاعداد وهيكلموا المتخصصين يكلموك الصبح. احنا معانا كذا حاجه دلوقتي على فكره، البصل، ومعانا برضو كان في مكتوب كله مع العيادة. بشكر حضرتك. عايز اعرف الرواكد. احنا طبعا كل فتره بيتم مراجعه المبيدات. طبعا. ففي مبيدات بنقول لا دي خلاص مش هنستخدمها تاني. طبعا. فبتبقى موجوده عندي، او مبيدات بقت منتهيه الصلاحيه. طبعا. الرواكد دي بيتم التعامل معاها ازاي؟ هو في حاجه بتعملها اللجنه، حاجه اسمها المراجعه والمتابعه الدوريه لموقف المبيدات، يعني اب تو ديت. كل يوم الصبح كده لازم يتبص على المواقع العالميه وموقف المبيدات في كل انحاء العالم، بحيث يبقى احنا في مصر عارفين العالم بره بيفكر ازاي. الاقي مبيد اتلغى في الاتحاد الاوروبي، الاقي مبيد قيدوا استخدامه في الاتحاد الاوروبي، ابتدي ناخد اجراءات احترازيه على طول. يعني مثلا مركب قالوا خلي بالكم المركب ده عملنا عليه قيود، فيبتدي اللجنه تبتدي تجتمع ونقول لك المركب ده هيجي مصر، نقارن الكميات بتاعته مثلا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، ناخد اجراءات على طول نقلل الكميات بتاعته اللي جايه. فلما ابتدي اقلل 10% 20% في خلال سنه، في اتنين، في ثلاثه، اتلغى المركب ده في الاتحاد الاوروبي، يبقى انا قيدت استخدامه، قللت كميته، اتلغى بعد كده، يبقى انا ايه؟ ما اصبحش عندي منه رواقد. وده كان الفكر الجديد بتاع الجماعه يعني المسؤولين عن لجنه المبيدات، بحيث ان انا ما اعملش رواقد. والحاجه اللي هي منتهيه الصلاحيه لها اجراءات. راجل بيجي يقول لي انا عندي مبيد انتهى صلاحيته وعندي موجود في المخزن، مفيش اي مشكله، يبتدي القسم الرقابه في المعمل المركزي للمبيدات يطلع يسحب عينه اسمها تاكيد صلاحيه، يبتدي يجيب عينه يوديها المعمل المركزي للمبيدات تتحلل. المبيد ده نشوفه مطابق للمواصفات اللي تسجل عليها ولا مش مطابق. لو كان المبيد مطابق للمواصفات اللي تسجل عليها بياخد فتره صلاحيه لمده عام، واللجنه بتطلع له ستيكر يتلزق على العبوه صالح لمده عام، ويبتدي يتجدد الصلاحيه دي كل سنه طالما المبيد بينجح في الاختبارات الطبيعيه والكيميائيه بتاعته، عشان ما تتحولش لرواقد، بحيث ان هي ايه؟ ان هو يترش، لانه بوقت ما بيتعمل ممكن يتحول لرواقد وموجود.
والجزء اللي كان فيه رواقد في المخازن اللي هي الجزء القديم قوي اللي كان باقي من التسعينات وبتاع، لجنه المبيدات يعني قدرت الحمد لله في خلال بعض المشاريع ان هي تتخلص من الرواقد الموجوده القديمه بالتعاون مع احد الشركات العالميه، وتقريبا تخلصوا من كل المبيدات فعلا ده حصل. وانا شايف انا بشوف المجهود اللي هم فعلا بذلوا مجهود في الفتره ما كانش بيحصل. لا وده اللي كان بيسبب لنا ازمات اسمها ارث ثقيل. تمام. كنا سايبين روحنا بنخزن، وطب تيجي في الاخر بتلاقي عندك كم كبير جدا من نفايات سامه. هي نفايات سامه؟ لا لا طبعا. صح. في حتى في وزاره الزراعه نفسها زمان كانوا بيستوردوا مثلا مبيدات قوارض، المبيد القوارض ده موجود كراكد، فبتوع المكافحه قالوا لنا ايه؟ قالوا ما تشوفوا المبيد ده، احنا ناخد نشوف صلاحيته، نشوفه ان كان صالح للاستخدام نستخدمه كمبيد قوارض ولا لسه. فعلا اللجنه اجازت لهم ان هم يبعتوا عينه ونقيمها حيوي ونبتدي نشوف المركب ده فعلا لسه صالح او مطابق للمواصفات اللي هو جاي بيها ولا مش مطابق، وادينا له شهاده تسجيل مؤقته يترش طبقا للي هو الجماعه بتوع القوارض يرشوه طبقا تبع لوزاره الزراعه، لان انا لو ما عملتش كده هيتحول عند الراكب برضو. يعني اللجنه بتفكر ان انت ما تسيبش مبيدات موجوده وخلاص، ما دام المبيد صالح وينفع يترش مفيش مشكله، ما فيش اي مشكله. استاذ فتحي من البحيره اتفضل. الو اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عاوزين مربع المبيدات اللي المبيدات بنروح نجيبها بنتلف. ايوه يا باشا سامعك اتفضل. ايوه المبيدات يا ريتها ترجع للجمعيه الزراعيه زي الاول. هو مفيش مانع ان هي تبقى في الجمعيه الزراعيه على فكره ترجع يا حاج فتحي. حاج فتحي ايوه وطي التلفزيون الاسعار. ايوه باشا وطي التلفزيون خالص. أيوة. اولا مفيش مانع ان هي تبقى موجوده في الجمعيه، قول لمدير الجمعيه عايز مبيدات، وبعدين انت ممكن تروح الارشاد الزراعي او الاداره الزراعيه او مديريه الزراعه هتلاقي مبيدات في مبيدات. انا مفيش مديريه زراعه بدخلها الا ما بلاقي فيها مبيدات على فكره، لكن الجمعيه اقرب للفلاح. بشكر حضرتك عشان التلفزيون صوته معانا. الجمعيه اقرب للفلاح فهو بيروح للجمعيه. انا بقول لمدير الجمعيه انت ليه ما بتوفرش المبيدات؟ وعلى فكرة قانون التعاون ده بقى له 4 سنين ما هوش جديد، يعني بيتيح الشراكة مع القطاع الخاص، فأنت النهاردة تقدر تفيد المزارع وتوفر له خدمة مضمونة، وكمان هيبقى سعرها أقل، لأن أنت مش المفروض أن الهدف من وجود الجمعية ما هوش الربح. لا، الجمعية موجودة عشان تخدم الفلاح ده بفلوسه. فليه مدير الجمعية ما يشتغلش معنا ويدخل داخل هذه المنظومة؟ لو أنا جيت أتكلم على الممارسات الخاطئة اللي بيقوم بيها المزارعين وهو بيستخدم المبيد، يعني انا جبت المبيد هو اللي موصى بيه وكل حاجه، لكن انا بستخدمه خاطئ. تمام. الممارسات الخاطئه دي ليها كذا شق. ممكن اختار اول حاجه اختار مبيد ما يكونش الافه مستهدفه. يعني انا اختار مبيد بيكافح مثلا عنكبوت ورشه على ذبابه بيضاء. بيكافح نماتوده ورشه على عشان اسمه حشري، عشان اسمه يبقى يكافح اي حاجه، اختيار خاطئ. لازم الشخص اللي بيرش لازم يكون على وعي بالجرعة الموصى بها، لأن الجرعة الموصى بها دي مهمة جدا. مش معنى أن مبيد 8 جرام للفدان 10 جرام للفدان يبقى جرعته قليلة، لا، هي الجرعة الموصى بها كده. لو أنت زودت هتحصل مشاكل كبيرة جدا عليك وعلى الحيوان وعلى الإنسان. طريقة الوقفة نفسها يعني مع ما هو ده بقى عكسها. ما هو ده بقى، ما هو ده احنا بنقول، ما هو نرجع تاني الموضوع مطبق المبيدات. الراجل اللي بيطبق ده بيختار الوقت الصح، سواء كان الصبح سواء كان اخر النهار، ما يبقاش في رياح، ما يرشش في الشمس، يبتدي يختار. في نقطه مهمه جدا، ان انا وانا برش يبقى الراجل فاهم وعلى وعي ان هو بيحضر قد ايه. عنده قراطين ما يحضرش تحضيره 20 لتر و40 لتر. طب انت حضرت جبت تحضيره 20 لتر و40 لتر، ما انت بقى عندك في التانك رشيت 5 لتر وباقي 15 لتر، هتعمل بيهم ايه؟ صح. هتدلقهم في الترعه ولا هتعمل فيهم ايه؟ لازم على قد اللي انا هستخدمه، على قد اللي انت تستخدمه. ما هو ده بقى لما يبقى الشخص يبقى واعي ويبقى عارف انا بحضر، انا برش قراط، هو عنده علم. انا برش قراط يبقى بحضر لقراط، برش فدان بحضر لفدان، بقى مش بعد كده باقي 15 لتر اروح ادلقهم في الترعه واقص واخلص على كل الاحياء المائيه اللي موجود. صح. فحرام. استاذ خميس من البحيره اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالله عليك يا دكتور، في برشام مطلعينه اللي هو برشام الغدا ده. له اضرار ياما وسلبيات ياما، يا ريت الوزاره الزراعه تمنعه خالص. حاضر. برشام الغله بنسمع ياما عنه وسلبيات ياما في الجمهوريه بحالها، او الالومنيوم فوسفاير. تمام. بلاش يعني خلاص يا ريت. هعرف من الدكتور دلوقتي ايه موقفه. استاذ مؤمن من الفيوم اتفضل.
عايز اعرف يا فندم مبيدات حشائش الامن بالنسبه للعريضه والضيقه. مبيدات حشائش القمح سهله جدا في كتاب التوصيه. بشكرك. الاول برشام الغله يعني ايه؟ بص، برشام الغله ده هو ده اسم متدارك كده بنقول عليه حبه الغله او برشام الغله. هي الماده الفعاله فيه حاجه اسمها فوسفيد الالومنيوم، الومنيوم فوسفايد. دي بتبقى في صوره اقراص او بلي. ده بيستخدم لتعقيم الصومعه اللي بيتخزن فيها الافات الحبوب المخزونه. احنا بنستخدمه وهو فعال جدا في الصوامع. بس طبعا ايه، ابتدت الناس تستخدمه استخدام خاطئ. يعني ابتدت الناس تستخدمه، اي واحد زهقان من حياته بيروح ياخد، لان هو المبيد اصلا مجرد ما بيتشرب عليه كوبايه ميه خلاص بيبتدي يطلع غاز الفوسفين وملوش على طول، فساعتها بيبتدي يتعب. بس اللجنه واخده اجراءات قاسيه جدا في موضوع التداول. مفيش، احنا ما عدناش بنسجل اي مبيدات الومنيوم فوسفايد حاليا. المبيدات القديمه بتيجي عشان محصول القمح فقط لا غير، وبتيجي بامر توريد وبيتم استخدامه في التخزين، صح؟ في بيسيب في الصوامع، في بس. اللي هو بس مش اكتر من كده. طب ده المفروض فعلا تداوله يبقى مع الصوامع. وحتى احنا مقيدين استخدامه، يقيد ويستخدم في الصوامع دي ويتاخد الموافقه الاستيراديه بتاعته. الكميه اللي جايه بتبقى بامر توريد طالع من وزاره الزراعه في الجهه اللي هتبخر بيه المركب ده. ولو لقيناه في محل، المحل المفروض بيتقفل فورا، يعني قسم الرقابه وجماعه بتوع شرطه المسطحات عندهم تعليمات ان هم لو لقوه موجود في محل يتقفل، لان هو مش متداول. ده حاجه تابعه لوزاره الزراعه وبيترش او بيستخدم عن طريق وزاره الزراعه في الصوامع والافات الحبوب المخزونه اللي هي القمح. انما في اجراءات صارمه، يعني في اجراءات صارمه على الاستخدام الالومنيوم فوسفايد او فوسفيد الالومنيوم. في مبيدات الحشائش هسال حضرتك عنها ثاني، بس استاذ محمد من اسوان اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. حضرتك الاخبار عندكم ايه الاول في اسوان؟ الحمد لله الجو اتعدل شويه عن الايام اللي عدت. ان شاء الله خير، اتفضل. الحمد لله. بس معلش سؤال، انا استاذ سامح الدكتور اسماعيل، انا كمزارع عايز اشتري المبيد الصح، مش هعرف اروح للمحل اقول اديني الرخصه او اديني كذا. فانا عايز اعرف المحلات اللي هي عندي في مركزي او في محافظتي ان انا اروح اشتري منها المبيدات. انا هخلي الدكتور يقول لك الرخصه شكلها ايه، لان انت عندك محلات كتير مرخصه، الدكتور مش هيقول لك عناوينها دلوقتي. انا هخلي الدكتور يقول لك، هقول لك على حاجه يا حاج محمد، هخلي الدكتور يشرح لك دلوقتي الشهاده شكلها ايه اللي المفروض ان هي بتبقى موجوده في مكان واضح في محل المبيدات. لو ما لقيتهاش موجوده الراجل ده مش مرخص. فاسمعنا من التلفزيون بقى شكلها ايه الشهاده، بشكرك، او الرخصه. ايه الموضوع بتاع الترخيص المفروض يبقى ايه؟ في رخصة بياخدها لمزاولة المهنة أو مزاولة اللي هو يفتح محل ترخيص مبيدات، بيحصل عليها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية. الرخصة دي المفروض بيعلقها. في حاجة للأسف الفلاحين ما يعرفوهاش، موضوع إن أنا لما أروح أشتري مثلا مبيد، ليك الحق إن أنت تروح تقول للراجل اللي هو بتاع المبيد ده صور لي شهادة التحليل بتاع المركب ده. شهادة تحليل المركب نفسه؟ شهادة التحليل اللي طلعت من المعمل المركزي باللط بالتشغيل. يعني هو الراجل ده عنده؟ عنده. الموزع بيبيعها له بصور شهادات التحليل. ما ينفعش ما يبيعهاش عشان يبقى عارف ان المركب ده. ما هو لما قسم الرقابه بيطلع يعمل المتابعه الدوريه بتاعته هو وشرطه المسطحات، بيشوف الرخصه ويشوف شهادات التحليل، عنده كميات، عنده 10 مبيدات او عنده 10 عبوات من المبيد الفلاني، بيبتدي يشوف رقم التشغيله، فين شهادات التحليل، طلع له شهادات التحليل بتاعته، يبقى انا عندي شهاده تحليل، عندي رخصه، عندي رقم تسجيل، عندي كيو ار كود. ففي بعض الحاجات كلها روح قول له انا عايز شهاده التحليل اشوف المركب ده فعلا اتحلل، تشوف انت الرقم التسجيل بتاعه، خش بالموبايل على موقع لجنه المبيدات وشوف المركب ده مسجل ولا مسجل، معاك برنامج على الموبايل خش شوف المركب ده مسجل ولا مش مسجل، تبتدي تعرف الراجل اللي قدامك ده ايه. ما تبقاش الموضوع ماشي كده. انا معايا على الهاتف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه مبيدات الافات الزراعيه بوزاره الزراعه. انا بشكرك الاول يا دكتور محمد وبرحب بيك طبعا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. انتوا بتقوم بدور جميل جدا وانا بناقشه، ومعايا في الاستوديو الدكتور اسماعيل ابراهيم. تحياتي ليه. اهلا وسهلا دكتور. وانا عايز يعني اشيد بالدور اللي بتقوموا بيه خاصه في دورات تدريب مطبق المبيدات. ايوه وبطلب من حضرتك مجهود وتواصل مع كل المعنيين بهذه المنظومه ان يبقى ليهم دور من خلال تواجدهم ومن خلال السعي في إصدار قانون بمنع تداول المبيد إلا لمن يحمل شهادة أو ترخيص بشراء المبيد واستخدامه. تمام.
كلام منطقي وكلام مقبول، واحنا الاول بنهيئ لبناء قاعده عريضه من الناس اللي هي تجيد ما يطلق عليه الاستخدام الامن والمسؤول للمبيدات. ايوه اذا خلقت القاعده ديت وهذه القاعده قوامها على مستوى مصر، احتياجات مصر منها 50,000 مطبق. تمام 50,000 مطبق يغطوا المساحة المحصولية اللي قوامها 15 مليون فدان، أو المساحة الأرضية اللي قوامها 9 مليون فدان. تمام. هذه القوة البشرية المؤهلة لأداء الدور الحيوي الهام هتكون بالفعل هي النواة الرئيسية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي المصري ولوجود بيئة صحية نظيفة آمنة في مصر. وإن شاء الله إحنا ماشيين خطوات في هذا التوجه، وصلنا الآن إلى ما يقرب من أكثر من 15 مليون مطبق مؤهلين الآن. 15,000 مطبق مؤهلين الآن يعملون في الحقول المصرية، وإن شاء الله خلال عدة سنوات سوف نصل إلى 50,000 مطبق. يعني ده بيتم الآن الاستعداد ليه عشان يتم تنفيذه، إن أنا ما أقدرش أصدر هذا القانون إلا لما أكون قادر على توفير هذه الخدمة. بالضبط كده، بالضبط كده. تمام. سؤالي هيكون غريب شوية. التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي هيزيد من استخدام المبيدات. هل النهاردة في توجه هيزيد من استخدام المبيدات بسبب التغيرات المناخية؟ لأن عندي هيبقى في زيادة بظهور حشرات جديدة زي دودة الحشد الجياشة مثلا. دودة الحشد الخريفي. الخريفية. أيوة. الجياشة أيوة. بتطلق عليها. فده هيزيد من استخدام المبيدات. التوجه النهاردة نحو الزراعة النظيفة ونحو نعم. قانون الزراعة العضوية. نعم. ده هيخلينا ان احنا نبتدي نفكر او ان احنا نبتدي نجيز استخدام المبيدات الاكثر تطورا، او اللي هي نقدر نقول عليها الامان الحيوي او البي اتش بتاعها يكون سريع مجرد يوم وينتهي. لا هو كلام حضرتك سليم، ان احنا الان مصر الان مهيئه للدخول الى ما الى 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 قائمه من المبيدات يطلق عليها المبيدات الامنه او صديقه البيئه. أي. احنا بالفعل حطينا استراتيجيه على اساس ان احنا في وصولنا ل 2030 تكون مصر بتحقق ما يطلق عليه الزراعه الامنه النظيفه على الاطلاق. مشينا خطوات في هذا التوجه، بنبتدي النهارده ندخل بالتدريج مجموعه المبيدات الحيويه او المبيدات الامنه او المبيدات صديقه البيئه لتحل محل المبيدات المخلقه شديده السميه على صحه الانسان والحيوان. ممتاز ممتاز. وانا عايز اوضح للساده المشاهدين ان لجنه مبيدات الافات الزراعيه ما هوش دورها الترويج للمبيدات، لا ده دورها تنظيم هذا القطاع الهام والحفاظ على البيئه وصحه المواطن. ده كلام صح. بشكرك على هذا المجهود وعلى هذه المداخله الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه مبيدات الافات. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا يا دكتور محمد. عايز تعقيب من حضرتك على كلام استاذنا دكتور محمد عبد المجيد، يعني قال خلاصه الخلاصه زي ما بيقول، هو عالم من العلماء المهمين وهو يعتبر المسؤول الاول عن مبيدات الافات الزراعيه الموجوده، عن تسجيل وتداول الافات الزراعيه الموجوده في مصر. والراجل ما بيبخلش بجهد ولا يعني بجهد عن ان هو دايما بيحسنا علينا نقرا ونتعلم ونتابع ونبقى اب تو ديت على طول باللي بيحصل. وهو طبعا علمه غزير جدا، بيبتدي يفيدنا ويبتدي يحط كل واحد في الاتجاه اللي هو شايفه، ان هو نحاول نقدر نوصل بمنظومه المبيدات في مصر ان احنا نسجل مبيد امن على صحه المواطن المصري وعلى صحه البيئه المصريه. بشكر حضرتك. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إسماعيل إبراهيم عضو لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة. شكرا جزيلا. شكرا فندم. في بداية هذا اللقاء كنت بتكلم وبناشد الدولة إن يكون في ترخيص لمن يقوم بشراء المبيد واستخدامه. دكتور محمد عبد المجيد قال لي لا، ما هو أنا لازم يبقى عندي قاعدة تقدر تخدم القطاع الزراعي وأنا شغال في ده، عندي 15,000 مطبق مبيد، الدراسات والأرقام اللي على أرض الواقع بتقول محتاجين 50,000، نقدر نحقق الرقم ده سريعا ويبقى فيه خطى سريعة. جائحة كورونا أثرت شوية على فترات التدريب ومنح الشهادات، ولكن الأفضل إن شاء الله في القريب العاجل. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.